يقول تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. بعد أن قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في الدنيا يدعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر أي من كل شيء فلا يستجيبون فلا يصلون إما أنهم ما يصلون أصلا أو يصلون بعد خروج الوقت فيؤدون الصلاة على غير مراد الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر واحدة فقط فقد حبط عمله. حبوط العمل يدل على الردة والكفر والخروج من الإسلام. فإذا تواطأ الإنسان عالما عامدا ذاكرا أنه ما يصلي الفجر إلا متى ما قام أو ما يصلي العصر إذا نام إلا متى ما قام فهو يكفر بهذا ينام على نية كفر وإن مات وعث عليه لأنه غير مبالي بالوقت والشرع كله ما أشكل عليه الشرع أصلا ولا خاف الله. فهذا خطير جدا جدا خطير. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يعني ما يصلون إلا مراءة ومجاملة وتسترا هكذا